السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اليوم تكلمنا على بعض الأحكام الفقهية المرتبطة بصيام رمضان، على أمل أن في حلقات أخرى غنتكلموا على أحكام فقهية كثيرة كثيرة المرتبطة بهذا الشهر الفضيل، هذا الشهر العظيم، هذا الشهر الكريم. وإن شاء الله غايتنا وهي أننا نتقرب إلى الله، الغاية من الصيام قربة إلى الله، نقترب إلى الله زلفى، وهكذا نسير إن شاء الله تعالى إلى المقام الذي نريد. أيها الأحباب الكرام، تعالوا بنا في ختام حلقة هذا اليوم أننا نقوم بدعاء مبارك، دعاء لعل الله سبحانه وتعالى ونحن صائمين الآن وفينا أهل الله ومن بيننا الصابرون والصابرات والطيبون والطيبات، تعالوا بنا جميعا نرفع دعوة إلى الله جل علاه بأن ينزل علينا الرحمات وينزل علينا البركات، ونقول الدعاء بخشوع، نحرص على أن نقول الدعاء بخشوع ونتوجه إلى المولى بقلوب خاشعة ونفوس منكسرة وعقول متدللة، وسوف نرى عجائب قدرة الله تعالى. آمين آمين. إذا فاصل ثم بعده نرفع الدعاء، فابقوا معنا. أيها الأحباب الكرام، في ختام هذه الحلقة المباركة وفي هذا اليوم المعظم، يوم الجمعة الذي فيه ساعة خفية فيها الدعاء مستجاب، قيل إنها بين الظهر والعصر، وقيل إنها بين العصر والمغرب، ومن يدري قد تكون هذه الساعة مستجابة، ونحن الآن جميعنا صائمين وكلنا قلوبنا معلقة بالله نرجو رحمته. والله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قال لنا وخطبنا فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نحن في أمس الحاجة أيها الأحباب الكرام أن ندعو المولى سبحانه وتعالى ليكشف عنا هذا البلاء. لا شك أن الكثير منا عنده احتياجات خاصة وعنده حاجات متعددة ربنا أعلم بها، كاين اللي عنده اضطراب نفسي وكيشعر بالخوف، كيشعر بالهلع والدواء ممنوع منه في رمضان لأنه صائم، وكاين اللي كيستعمل الدواء ولم يؤثر فيه، فمحتاج لواحد دعوة ديال الخير لعل الله تعالى يشافيه. كاين اللي عنده الجوع وعنده العطش وما وصلتش القفة ديال رمضان وكيتسنى المساعدة ومازال بقى ما وصلتوش، نطلب الله أنه يفتح لي باب الرزق. كاين اللي هو عنده أمراض أخرى، أمراض غريبة، كاين الله يسترنا ويستركم أصحاب السرطانات وأصحاب الدياليز وأصحاب السكري وأصحاب ضغط الدم وأصحاب الشقيقة والمفاصل وغيرها من الأمراض الغريبة، داروا الأدوية وشاق أن يذهبوا عند الطبيب ويمشوا للمصحات نظرا للحجر الصحي، ظروف صعبة، ماذا يفعلون؟ ينتظرون رحمة الله. وكاين اللي عنده مشروع، مقاولة، دكان أو غير ذلك، ولكن الحركة واقفة وكيشعر بأن الضرائب والأجور ديال المستخدمين والعجلة الاقتصاد لا تتحرك، كيشعر بالأسى. كاين اللي عنده وليدات مشطونين صغار حركيين فيهم الفوضى يزعجوه، ما قدرش يصبر معهم في الحجر الصحي. كاين الزوجة اللي مع زوجة ما قدرش يتوافقوا، عندهم مشاكل كيبقاو دائما في صراع. كاين الجيران ما تحملوش بعضياتهم، خصوصا اللي عندهم سكن ضيق وعندهم اكتظاظ وكيلقاو صعوبة فيما بينهم. وكاين اللي هو مجلي بعيد على العائلة والحباب، بغى يتجمع مع العائلة ما لقاش كيفاش يدير. وكاين اللي هو على فراش الموت يحتضر ينتظر لقاء الله
وكل اللي مات وانتقل إلى رحمة الله الواسعة، وكل واحد وش حاله وحوى الناس شلة، علينا جميعا ماذا عسنا أن نفعل؟ إلا أن ندعو الله تعالى. من اللي ولينا نشوفه في زمن الكورونا رؤساء دول ورؤساء حكومات يقولوا مثل هذا الكلام. الرئيس وزراء بريطانيا قال لهم تدابير البشرية كلها درناها والآن ننتظر تدخل السماء. رئيس حكومة بريطانيا مقامه رفيع ووضع العصا ديالو وقال لهم الأمر أمر الله، اللي في جهدنا درناه كيبقى غير يد السماء تتدخل. ودعا شعبه أنهم يكثرون من الأدعية والتوسل إلى الله. وكذلك رئيس حكومة أيضا في ألمانيا يقول نفس الكلام، يقول بأن رغم التدابير والإجراءات وكل تدخلات احنا ضعاف وخاصة ما تدخل. وسمعنا في أوروبا الأذان يرتفع في المساجد إلى جانب الكنائس، بل سمعنا هناك من يطلق تلاوة القرآن بصوت جهوري من فوق المآذن للمساجد. هذا كله تضرع إلى الله. الإنسان ضعيف، هذا الشيء يوقع لنا بغرب عز وجل يبلغ لنا رسالة، وهي أن الإنسان قد يطغى. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. نحن بني البشر إلى ظرفية قصيرة قبل زمن الكورونا كان هناك منا من طغى، طغى كثير، لأن ربنا عز وجل فتح علينا الدنيا، جانا المال والسلطة والجاه والحرية وكل ما نريد، كل ما نريد. فالإنسان ملك يحصل على كل ما يريد، ربما لا يشكر النعمة فيطغى. فربنا يعاقبنا قليلا لا يسلمها، وإنما فقط يعاقبنا. ربنا ما سلب منا النعمة وإنما عاقبنا، ولنبلونكم بشيء من الخوف شيء، وهذا الشيء لن يزول إلا بالإكثار من الدعاء إلى الله. فتعالوا بنا الآن احنا مجموعين نرفعوا واحد دعوة ديال الخير إلى الرحمن سبحانه وتعالى، ونقول: اللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا من قلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام. اللهم اجعل صيامنا صحيحا على الكتاب والسنة، واجعل قيامنا مقبولا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم يا ربي وفقنا لعمل الصالحات، اللهم وفقنا للذكر، ووفقنا لكل ما تحبه وترضاه، يا حنان يا منان يا كريم. اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة، اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب ألزمنا سبيل الاستقامة ولا تحيد عنها أبدا، حتى لا نحيد عنها أبدا يا كريم. اللهم نسألك أن تهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم يا ربي يا كريم، إن الدرس من هذا الفيروس، هذه الجائحة، قد استوعبناه. اللهم يا ربي حبب إلينا الإيمان، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا مولانا من عبادك الراشدين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين. اللهم يا حنان يا منان، اغننا بالعلم، اللهم اغننا بالعلم، العلم الشرعي، العلم الديني، العلم النافع، العلم الصالح، العلم الذي يجمع البشرية على الخير وينفع البشرية ويدفع بها للأمام. يا ربي اغننا بالعلم وزيننا بالحلم، اللهم أكرمنا بالتقوى، اللهم أكرمنا بالتقوى، اللهم أكرمنا بالتقوى، وجملنا بالصحة والعافية يا رحمن يا رحيم. اللهم وفقنا لكل عمل صالح تحبه وترضاه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة. يا رب يا كريم يا حنان يا منان، اللهم يا رب من كان يشعر بالقلق والهم، اللهم فرج الهم عن المهمومين. يا رب فرج الهم عن المهمومين. يا رب بحق قولك
ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك. اللهم اشرح صدورنا أجمعين للإيمان، اللهم احفظنا من الهم والغم والخوف والاضطراب النفسي، اللهم ارزقنا قوة الثقة بك يا رحمن يا رحيم، اللهم لا تجعلنا نيأس من رحمتك الواسعة يا رحمن يا رحيم. ارزقنا يا مولانا فعل الخيرات، وارزقنا ترك المنكرات، وارزقنا حب المساكين يا رب. في هذه الأيام المباركة اللهم حفزنا على أن نوسع على إخواننا المساكين، على إخواننا الضعفاء، اللهم ارزقنا يا رب حبهم، اللهم ارزقنا أن نعطيهم ولا نخشى الفقر، اللهم يا رب حيثما كانوا أوصلنا إليهم نعطيهم مما أعطيتنا، اللهم يا رب يا كريم لا تجعلنا من الكانزين للأموال، اللهم اجعلنا من المنفقين يا رب. إننا نصدق قول نبيك المصطفى لا تخشى من ذي العرش إقلالا، اللهم إننا نخشى الفقر، نعطي كل ما عندنا رجاء ما عندك، اللهم أكرمنا بكرمك، اللهم أنزل علينا من خيرات السماء، اللهم أنزل علينا من خيرات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض، اللهم أنبت لنا من بركات الأرض، اللهم لا تجعلنا من القانطين، ولا تهلكنا بالسنين، ولا تواخذنا بفعل المسيئين يا رحمن. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.